الهج. بسم الله الرحمن الرحيم. أخوكم عبد الرحيم الشندويلي أحكي لكم حكاية الحج وتقاليد بلدنا وعظمة بلدنا وعظمة الصعيد كله. أنا في الصعيد عندنا قيم، بنفرح لبعضنا في الفرح ونحزن لبعضنا في الحزن. يعني بمعنى يا حباب قلبي للي سمعيني، لما يحصل حالة وفاة في أي بيت البلد كلها تزعل. ده الكلام بيتكلم على 57 56 لحد 60 لحد 70 لما شفت البلد. ما اعرفش كده البلد اتغيرت والله، بس ما اتغيرش. قاعده القيم عندنا، قاعده القيم، الفرح للكل والحزن للكل والحج للكل. ان كلتنا على قلب واحد، بنحب بعضينا. لما حد تحصل له مصيبه الكل يزعل عليه، يحصل له نجاح كلتنا نفرح له، يحصل له جواز كلتنا نفرح له. ان على قلب واحد وكلتنا بنحب بعضينا. واظن المصريين كلهم كده، بس كل بلد لها تقاليد، بس بتكلم على بلدي اللي هي شندويل. المهم انا احكي لكم بقى تعدي. كان الكلام دي سنه 56، ما كناش كان في تلفزيون، وكان الراديو بسيط، ما كانش الراديو ولا واحد في البلد او رادوين، وما كناش ايه نعرف هو الحج ولا الكعبه. نعرف اسامي وحياه الكعبه لكن ما شفناهاش، وحياه الرسول ومسجد الرسول لكن ما شفناهوش، ما كناش طلع التلفزيون. أنا نحلف بيهم شفناهم بس نسمع بيهم، وحياة الرسول وحياة الكعبة. عندنا واحد من بلدنا يعتبر من عيلة قام طالع الحج. كانت الحج زمان بالباخرة، ما كانش في طيران. الطيران ده هو طلع بعد سنة حرب 73، لكن الأول كانت الباخرة، وكانت الباخرة تطلع من السويس. وكان الحج سنة كانت بخمسين جنيه، وكان الحج كان يقعد الحج بشهرين. كانت الحج ما فيش قرعة ولا حاجة، تقدم جوازك تطلع حج. كنا شاف لا عمرة ولا حاجة، إلا الحج بس عندنا. واللي يطلع الحج يبقى رجل طيب وربنا اختاره، والناس تاخذ قدوة وعايزة تاخذ منه بركة. فعند الحج محمد الله يرحمه لما طال الحج الناس فرحانة، لكن والله ما عارفة إيه اللي هيروح فين، ولا إيه من ذاك الحج ولا بتاع. فقبليها بثلاث أشهر، نتلم قدام بيته حاجة يسموها الرهبة أو المجا قدام بيته، ويجيبوا حلة ولا طبلة ويطبلوا ويغنوا. وعندك كان واحد اسمه الشيخ خضرة والشيخ التوني غنوا ويقول فاطمة فاطمة تقول يابا مين اللي برا، ده الحسن والحسين وزوار بطلة. وفاطمة تقول يابا مين اللي جوني، ده الحسن والحسين وزوار أبوني. وتغني الشيخ خضرة وتقول يا بابور السفر يا بربع مداخن، فالسحول السكة على جدة داخل. وفاضلة تقول يا بابور السفر يا بربع كراسي، فالسحول السكة على جدة داخل. يا زار النبي خد الابيض ولفه، وعند زيارة النبي يا محلاك في لبسه. يا زار النبي خد الابيض وشيله، وعندي ما تشوف النبي يا محلى غسيله. يا زار النبي خد الكشك كله، وعند النبي لما تعطش بله. ودي كانت الشيخة خضرة تغني في كل ليلة أغاني كثيرة، ولادات ومتها كثير وزغاريد والناس فرحانة. وبعدين لما جه الحج يوم الحج ما كناش نعرف القطر كام ولا الساعة كام، وكان بيني وبين البال قطع المحطة حوالي والله يا ولادي 5 كيلو، إن في شندويل ودول في المرغة. لكن لنا في القطع هيجي الساعة كان ولا يوم كان، بس عارفين القطع بيجي من أسوان عليه جريد نخله ومزوج وحلو، هو دي قطع الحجاج. لكن محب الناس وحب البلد وحب بعضنا قعدنا يمكن في البال المرغة 3 أيام نرقص بالعصاية، عصاية السوه والطبل والزمار والأغاني والخيل لحد ما جه القطر. ولما جه القطر سافر حاج مش عارف أني فكرنا وصل حاج، ترى بينزل السويس ومن السويس يرجع، فهمنا بعدين لما كبرنا. ولما يسافر الحاجد الحاجد بركة، ما فيش الا يسأل أولاد بعت لكم جواب، لما يجوا سلم من على أبوك. يسافر الحاج بيقعد هناك شهرين أو 4 يوم أو 3 أشهر، ما كانش مدة محددة. كان ناس قليلة، كان عددنا 23 مليون تقريبا ولا 25،
ولما يرجع الحاج نفس اللي وديناه بيه قعدنا المحطه يومين ننتظره، لما يجي القطر من مصر اللي فيه الحج، ولما جه الحج ابو مين عبد السلام قال الحج، ما الحج بركه ما بيكذبش دلوقتي بقي شيخ، ويغير اسمه من عبد محمد يبقى الحج محمد، من عبد الرحيم الحج عبد، لازم بقي الحج. وابو من الحج عندي لما يرجع يقعد في المنظره بتاعته، اهل يستنوه ويذبحوا له الدبايح وياكلوا الناس اللي جاي يسلم عليه، وكل واحد راح يسلم عليه عايز يلمس الحج محمد ياخد بركه. ما ناس طيبه، انت عارفين يا ولاداتي الصعيد اللي ينزل في مصر هنا وما يزورش الحسين ولا الساده زينب ما باش نزل مصر، يحبوا اهل البيت، حبهم في اهل البيت مقدسين، يحب النبي واهل البيت بتاعه، هم بيقول اللهم صل على محمد وعلى اهل محمد، واخدين اهل محمد دول هم اللي دخلهم الجنه، ومن ضمن الناس الطيبين فبيحبوا محمد واهل بيته. الصعيد ده تسال اي واحد يقول نزلت مصر، رحت الحسين يبقى ما نزلتش مصر، حبهم. نروح عند الحاج محمد، هو الحاج محمد ديك اكثر من سبحه ومنديل او طاقيه، هو بس انت فرحان ورغم انت ممكن تودي له خروف او تودي له جدي او تودي له شب او تودي له قمح او تودي سكر، كل واحد ومقدرته، بس ما تخش تفاضي على الحاج محمد وانت ما تطلعش عنده فاضي بمنديل وسبحه. ويقعد الحاج محمد 7 ايام في المنظره ما يشوفش اولاده اللي بعد 7 ايام، وبعد 7 ايام اخر ليله يعملوا ذكر بالشيخ خضر والشيخ التوني زي سموه ذاك الشيخ ياسين، ويذبحوا ذبايح ويعشوا البلد، ودي هذا اللي افتكره من تقاليد وحبهم في اهل البيت وحبهم في نبينا محمد وحبهم في زياره الرسول وزياره الكعبه واخوكم عبد الرحيم، ودي مناسك الحج، وبالصلاة على النبي وربنا يوعدكم كل واحد من سمعني يوعد وزاره الرسول وزاره الكعبه، والسلام عليكم ورحمه الله.